يقول السائل: إذا سب أحد الله أمامي فما العمل؟ العمل أنك تنكر عليه، تنصحه، تأمره بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن امتثل وإلا فإنك أنت قد أديت الذي عليك وبرئت ذمتك، إلا إن كان هناك سلطة، إن كان هناك سلطة مسلمة فلا بد أن ترفع بشأنه إلى السلطة من أجل أن يأخذ على يده، وإذا لم يكن هناك سلطة مسلمة فلم يبقى في استطاعتك إلا نصيحته وأمره بالتوبة، فإن قبل وإلا فاعتذر.